يوم الخميس من الأسبوع الخامس من الصوم الكبير، إنجيل باكر من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. اللهم إن مخالف الناموس قد قاموا علي ومجمع المعتزين طلبوا نفسي، هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. وفي اليوم التالي فيما هم نازلون من الجبل استقبله جمع كثير، وإذا برجل من الجمع صاح قائلا: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني فإنه وحيد لي، وإن روحا يأخذه فيصرخ بغتة فيخبطه فيزبد ولا يكاد يفارقه وهو يردد: وقد سألت تلاميذك أن يخرجوه فلم يستطيعوا. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلي هاهنا. وفيما هو يدنو صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجسة وأبرأ الصبي وسلمه إلى أبيه. فبهت الجميع من عظمة الله، إذ كانوا متعجبين جميعا من كل ما فعل، والمجد لله دائماً.